انضم المشير خليفة حفتر إلى قائمة مقدمي أوراق ترشحهم إلى الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 24 ديسمبر المقبل. ترشح حفتر الذي كان متوقعاً يضفي إلى المشهد الانتخابي في ليبيا مزيداً من المنافسة بعد ترشح سيف الإسلام القذافي. ووسط ترقب تقديم كل من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس البرلمان عقيلة صالح أوراق ترشحهما. هذه الحركة الانتخابية الناشطة تأتي رغم مساعي بعض الأفرقاء أو الفرقاء الليبيين في عرقلة الانتخابات والإطاحة بها في مقابل إصرار داخلي ودولي على ضرورة إجرائها. أي دلالات لخطوة حفتر بالترشح وكيف تبدو صورة المنافسة في الانتخابات الرئاسية الليبية؟ وأي انعكاس لذلك على جهود الحل السياسي الشامل في البلاد؟ معنا من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين الشارف. مساء الخير دكتور حسين الشارف. ما هي نقاط قوة حفتر بعد إعلانه رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية؟ مساء الخير عليك سيدة فضيلة وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. تعلمي جيدا سيدتي أن ليبيا هذا البلد منذ عام 2011 وهو يعاني الويلات ويعاني حالات من الانقسام الحاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا وأحداث حالة كبيرة من الأحداث من الفوضى مما ترتب عليه يعني وجود لعصابات إجرامية إرهابية تتبع لتنظيم داعش وكذلك جماعات الإسلام السياسي وكذلك الليبية الإسلامية المقاتلة. من رفع السكين على حناجر الليبيين حقيقة هو السيد المشير أركان حرب خيبة بالقاسم حفتر عندما انطلق بمشروعه بخلق نواة جيش كان قد دمر منذ عام 2011 وأنهى هذا الجيش المؤتمر المنتهي ولايته آنذاك عندما أحال كل ضباط الجيش الوطني الليبي إلى التقاعد. هذا الرجل هو من أتى ولملم هذه المؤسسة العسكرية التي حاربت الإرهاب في شرق البلاد وفي جنوبها وكاد أن يقضي على بقايا الإسلامويين المجثمين على السلطة هناك في طرابلس. أنت تعرف جيدا أن الحالة الليبية حالة ليست باليسيرة أو بالسهلة. بلد يعني يعاني كل هذه الإشكالات، حدود منتهكة، يعني الساحل الأفريقي المتاخم للحدود الليبية أصبح مصدر قلق لأوروبا من فيما يتعلق بالهجرة وما إلى ذلك. لذلك ليبيا الآن تحتاج إلى رجل قوي، رجل يستطيع أن يقرر، يستطيع أن ينفذ. وهذه الشخصية في اعتقادي أنا في كل الشخصيات مع احترامنا لها ونتمنى لها حظا أوفر في هذه الانتخابات، ولكن تكمن في السيد القائد العام للجيش الوطني الليبي خيفة بالقاسم حفتر، لأنه يملك ترسانة من جيش قوي مدرب شهد له العدو قبل الصديق. لذلك في اعتقادي أن ليبيا لا تحتاج إلى شخصية مدنية ممكن لبسوه جاكيت ولبسوه جرافة ونقول لي تفضل أنت رئيسا للبلاد. لما لا دكتور حسين الشارف المرتزقة والمشات ومن ذلك؟ لما لا يا دكتور حسين الشارف؟ يعني لما لا تعطى الفرصة أيضا لأشخاص مدنيين؟ يعني لماذا حكمت عليهم بالفشل في إدارة ليبيا؟ سيدتي أنا 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 عندما تحدثت عن المدنية تحدثت من وجهة نظري وليست من وجهة نظر الليبيين، ولكن أنا في اعتقادي أن المدنية الآن في ظل الذي تعيشه ليبيا من حالة انفلات أمني، من الفوضى، من وجود المرتزقة على الأرض، لن يستطيع أي رئيس مدني أن يحقق الوئام أو التوائم أو أن يحافظ على وحدة هذا الوطن. نحن نشوف الشخصيات التي تعاقبت على رئاسة ليبيا منذ عام 2011 إلى يومنا هذا. إن كان الرئيس من غرب البلاد لا يستطيع زيارة شرق البلاد، وإن كان الرئيس من شرق البلاد لا يستطيع الذهاب إلى 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 غرب البلاد. يعني المعادلة أختي فضيلة عندما نتحدث عن المدنية في ظل وجود دولة متكاملة الأطراف، دولة مستقرة بجيشها بمؤسساتها، يأتي الرئيس المدني ولكن أنت تعرف يا دكتور حسين الشارف ما الذي يقوله خصومه؟ استثناء خصوم حفتر، أنت تعرف ماذا يقولونه؟ يعني هناك خشية من قبلهم لوصول حفتر إلى سدة الرئاسة في ليبيا، حتى هناك من هدد بحمل السلاح في حال حدث ذلك. إلى أي مدى سيكون حفتر جامعا للليبيين في حال فاز في الانتخابات؟
سيدتي، من أشاروا مثل ما تحدثت أنهم سيقابلون أي نتائج تأتي بالمشير حفتر رئيس البلاد سيقابلونهم بالسلاح، وهم جماعة إسلاموية ضالة هي جماعة الإخوان المسلمين، وهي تصريحات قالها المشري، والآن هو الآن يبعث بعصاباته من أجل غلق مفوضيات الانتخابات في فروع المناطق في غرب البلاد. ولكن نحن لا نعول على هذه التصريحات من المشري وغير ذلك، إذا كان المشري وحزبه السياسي الإخوان المسلمين قادرون حقيقة على يعني شرف المنافسة عليهم أن يتنافسوا، ولكن إما نحن وإما الطوفان، هذه هي سياسة الإخوان المسلمين، وهم من عرقلوا وهم من كفروا بالانتخابات عندما أخرجهم الشارع الليبي في عام 2014 عندما انتخب البرلمان، هم من رفضوا تسليم السلطة وأتت ودورتهم الأمم المتحدة عبر الحوارات وأتت بهم عن طريق ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة. الآن الإسلام السياسي يعني انتهى في تونس، انتهى في المغرب، انتهى في السودان، انتهى في مصر، والآن نهايته باتت وشيكة، يعني لا تفصلنا عنها سوى شهر. يعني لذلك لا نأبى نحن لتصريحات هؤلاء، لأنهم الشارع الليبي تعرف جيدا أن الآن أصبح لدى الشعب الليبي درجة عالية من الوعي، درجة عالية من النضج، درجة عالية من قراءة المشهد الليبي حقيقة. لذلك هذه التصريحات يعني لا تعتبر ذات صدى داخلي، وإنما هؤلاء الآن جالسون طيب. على ما رأيك يا دكتور حسين؟ الشارع الليبي أو الشعب الليبي وإنما أتوا بإرادات دولية، لذلك طيب اسمح لي يا دكتور حسين شربي نجاحهم في الانتخابات لن تكون اسمح لي بسؤال آخر يا دكتور شرف، أعذرني على مقاطعتك. الدعم الدولي لحفتر، هل تراه بذلك الزغم بذلك الزخم الذي يمكن وصوله إلى الحكم في ليبيا؟ صحيح هناك صناديق الاقتراع هي التي تقرر ذلك، ولكن نحن نعرف اللعبة الدولية فيما يتعلق بليبيا بالتحديد، هل سيحظى بدعم دولي كافٍ؟ سيدتي، نحن قبل أن نعول على الخارج، الخارج الآن يدير المشهد منذ عام 2011. الخارج أتى ببيادق وأتى بمسؤولين أداروا العملية السياسية في ليبيا، ولم يشار الشعب الليبي في من اختاره الخارج. الخارج إلى هذه اللحظة لم يتفقوا أصلا على الحالة الليبية حتى على مصالحهم في ليبيا، ولكن عندما يأتي القرار من الداخل هذه المرة هناك صناديق اختراع وهناك لجان مراقبة دولية، إذا أتى السيد المشير على رأس الرئاسة في ليبيا ما على الخارج إلا الجلوس مع الرئيس القادم. أنت تعرفي أن المشير حفتر قد تواجهه بعض من الدول لأنها داعمة لمشاريع إسلاموية حقيقية في ليبيا، قد يعني تعرقل وصوله إلى السلطة، ولكن نحن نعول على درجة الوعي الكامل لدى الشارع الليبي، ولدينا من دول الجوار القوية مثل مصر، مثل تونس، الجزائر، المغرب، بعض من الدول العربية التي ترى وتترقب وتعي جيدا ما يدور في الحال، ستكون سند، لأن هذه الدول لا تريد لليبيا أن تمر بهذه الفوضى، وأن الفوضى يطول أمدها، لأن ما يحدث من انعكاسات داخل ليبيا سينعكس على دول الجوار. والحقيقة حتى لدى المجتمع الدولي واضحة وضوح الشمس، ولكنهم لا زالوا يرون الحقيقة بعين ضيقة أو بثقب ضيقة، وكما نسميها بالليبي بعين غربال، لا يريدون للحق أن ينتصر في ليبيا، ولا زالت أجندتهم التي لا زالوا يمررون بها مشاريعهم هم من يدعم تلك الفئويات أو الجماعات الإسلامية التي تعرقل والتي تحاول عرقلة المشهد الانتخابي القادم. أشكرك دكتور حسين الشارف الأكاديمي والباحث السياسي من بنغازي.